بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تمرين أيضا متطلب متطلبات الدورات التدريبية اللي نسميها سي و بي. مهم عنوان التدريب هو متطلبات الدورات التدريبية، هنا عندنا خطأ بالعنوان. العنوان هو أشكال اللعب، يعني مهم أن يفهم المدرب المستجد ما هو معنى أشكال اللعب. لعب بسيط، 5 ضد 5، 6 ضد 6، 7 ضد 7، 8، لكن هذا اللعب بأشكال. خلنا نضع نموذج تمرين مطلوب بالدورة التدريبية سي أو بي يسمى تحسين أشكال اللعب. وهذا الموضوع طبعا من المواضيع المهمة. ليش؟ يعني المدرب من بحياته العملية من يدرب الفريق أي فريق راح ينشغل بالإكثار من هذه التمارين. فلذلك هي تمارين دائمة خلال الموسم يشتغل عليها المدرب. فجمع مجموعة من تمارين لعب مهم. هاي المنطقة دائما نلعبها 5 ضد 5، 40 في 50 ياردة وليس متر. ياردة دائما أنا من أقول 40 في 50، أنت أعرف أن أنا أقول ياردة، يعني أتكلم عن الياردة. ولعب اعتيادي والمجهزين الحراس ويستمر اللعب بدون أي شرط. الفريق اللي يسجل في مرمى المنافس يبدل، الفريق الخاسر يبدل ويا ذول اللاعبين الخمسة الاحتياط. فإذا سجل الفريق الأصفر على سبيل المثال في مرمى الفريق الأحمر فبسرعة يبدلون، الأبيض يدخل الأحمر يخرج الراح، يسجل هدف للفريق الأصفر. لكن انتبه، الفريق الأصفر إذا سجل هنا رأسا الفريق الأحمر دخل، الفريق الأبيض دخل، الفريق الأحمر خرج، الفريق الأصفر اللي سجل هنا يصبح هذا هدفه، يستلم من حارس المرمى ويسجل بهذا الهدف. كان يدافع عن هذا الهدف، سجل بهذا الهدف الأصفر يصبح هذا هدفه. فيستلم، قلنا احنا التجهيز منين؟ من الحارس. يستلم يهاجم هذا الهدف اللي راح من يحمي؟ الفريق الأبيض. الفريق الأحمر أين؟ الخسران طلع أوت للإستراحة. وهكذا يستمر اللعب. إذا الفريق الأصفر الأحمر قطع الكرة يتحول إلى هجوم يهاجم هذا الهدف. إذن أينما يسجل الفريق الحائز على الكرة في هدف منافسة يستلم من الحارس المرمى ما الهدف منافسة ويصبح هدفه ويهاجم الهدف اللي كان سابقا هدفه، بينما تذهب المجموعة هذه للدفاع عن هذا الهدف. إذن هذا يسمى اللعب باتجاهين. أنت مهاجم هنا سجلت هدف، إنه أرجع هاجم بالعكس، وهكذا. كل هدف تسجل به يصبح هدفك، استلم من الكرة هاجم الهدف السابق اللي كان هدفه. وهنا عملية تبادل لاعبين مستمر بأسرع ما يكون. لا تسمح للاعبين اللي داخل الساحة واللي يخسرون هدف أن يخرجون بالمشي أو بالهرولة. هنا تدخل السرعة كعامل محاسم للتحول من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع. فهناك سرعة سريعة لدخول هذا الفريق ولدخول هذا الفريق. طبعا هذا الفريق لما يدخل رأسا يضغط على الفريق الحائز على الكرة. من التمارين المهمة، من التمارين اللي تعتبر متغيرة الأعداد، متغيرة المساحة. تكبر المساحة إذا عندك 24 لاعب تلعبها 8 بـ8، إذا عندك مثلا أكثر من 15 لاعب تلعبها بقسمة صحيحة. الآن هذا شيء زين، أنا أقول لك طور التمرين، طور التمرين، دخل لاعب أو لاعبين كمجهزين هنا
وخليهم يلعبون مع الفريق الحائز على الكرة. حتى ليش احنا نلعب تماثل بالبداية؟ هاي فلسفتي، نشوف هل التماثل يصل بنا إلى نتيجة تطوير العنوان التدريبي أم لا. إذا ندخل اثنين أو واحد من اللاعبين المجهزين يلعب دائما مع الفريق المهاجم حتى نمنح الفريق المهاجم فرص تسجيل الهدف، ونمنح بقية اللاعبين تدويرهم على المباراة، بحيث الفرق دائما الثلاثة خارج داخل خارج داخل خارج داخل لي من أجل تدوير المجموعة على تنفيذ التمرين. هذا تمرين مهم ويا اللاعبين، أخذه بالبداية، أعطي وقت زين 10 دقائق لأن عندنا 3 فرق إحنا، ثم الطراحة يعني 3 دقائق، ثم أنت 10 دقائق أخرى مع اللاعبين المجهزين. هذا أو الجوكر أنا أسميهم، هذا يعتبر الجوكر، حدد لعبهم باللمسة الأولى، هذا يعتبر يعني فعالية من ضمن الوحدة التدريبية، وهو من ضمن المتطلبات الدورات التدريبية اللي أشرت لها. طبعا أنا قلت أنا هذا عندي يعني سيدي، حطيت عليه الدورة التدريبية C1 بعناصر الدورة سواء العملية أو النظرية، لكن وكنت أحب أسوقها تجاريا، لكن انتهى التفكير بالتسويق التجاري. يعني هذا برنامج موفق المولد لتطوير الفكر التدريبي للمدرب العربي. إن شاء الله يعني نقدم مساعدة نوعا ما للمدربين المشاركين في الدورات التدريبية، خصوصا بالنسبة للمدربين اللي هم في طور إعدادهم لأن يكونوا مدربين. شكرا جزيلا.